مساء الخير على كل جمهور قناة الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. خلاص بكرة إن شاء الله مباراة الأهلي والجونة ضمن الجولة الـ 22 من الدوري. بنتمنى إن شاء الله نحن نشوف أداء متطور جدا في فريق الأهلي. نتمنى ان احنا نشوف الحقيقة مستوى اللعيبة كلهم افضل من قبل كده بكتير، ونتمنى ان احنا ناخد الثلاث نقط مهمين جدا، لانه الأهلي الحقيقة عايز يحسم الدوري بدري جدا ويضمن حسم الدوري بدري علشان نتفرغ لأفريقيا ان شاء الله.